خلونا بقى نبدأ معاكم من غلطة ما كناش نتمنى انه جريدة عريقة زي جريدة الأهرام تقع فيها. الموضوع ابتدى بانه جريدة الأهرام عاملة موضوع بتكلم على عملية التنمية التحتية والبنية التحتية، وبتكلم على الإنجازات اللي احنا ممكن نكون عملناها. وبالمناسبة في إنجازات كتير اتعملت على أرض الواقع، والقوات المسلحة عملت إنجازات كتير وكان ليها دور كبير في عملية التنمية ومشاريع الإسكان والبنية التحتية اللي تمت. لكن كل ده ما عجبش جريدة الأهرام، كل ده ما كفاش جريدة الأهرام، خلاهم يقعوا في سقطة مهنية نزلت في عدد امبارح من جريدة الأهرام. موضوع الصفحة السادسة بعنوان الجيش المصري من تحرير الأرض إلى إعادة بناء الدولة. موضوع حلو، موضوع لطيف، والصور كمان لطيفة، ولكن اللي يحصل إن حضرتك لو تابعت الصورة اللي مرفقة مع التقرير المنشور هتكتشف ببحث قد كده اهو على جوجل إن صورة شبكة الطرق اللي منشورة مع التقرير هي مش في مصر أصلا، هي في دبي. الصورة دي يا جماعة في دبي، وأنا وري حضراتكم حالا الصورة الحقيقية بتاعت شبكة الطرق في دبي أهي، دي الصورة اللي موجودة في دبي ومنشورة بالمناسبة على موقع ويكيبيديا عن شبكة الطرق في دبي، ومنشور منشورة كمان في نفس الصورة. الأهرام طبعا لما شافت أنه في ردود فعل على القصة دي بعد ما نشرت الصورة في العدد الورقي، حاولوا ان هم يصلحوا غلطتهم في الموقع الالكتروني، غيروا الصور. لكن هل في اعتذار؟ لا ما فيش اعتذار، ولكن في حاجه ما حدش هياخد باله، مع ان هي الحاجات الصغيره دي ان انت تعتذر هي اللي بتعلم، هي اللي بتفرق، هي اللي تخلي بعد كده ان حد يقول اه جريده الاهرام دي لو نشرت ايه انا هصدقه، لانها لما بتعمل غلط قد كده اهو بتعتذر. وبالتالي حتى لو حضرتك كصحفي او كمسؤول عن الصفحه او كرئيس تحرير متخيل انه الاعتذار او ان الصوره موضوع مش كبير ومحدش هياخد باله، لا بناخد بالنا، بناخد بالنا، وكنا نتمنى انه نشوف اعتذار صغير عن ان حضرتك حطيت صوره خاطئه، حطيت صوره ملهاش علاقه بمصر، مع انه في انجازات كتير كان ممكن تحط صورها، كان في صور كتير عندنا بطرق اتعملت بمشاريع اتعملت كان ممكن تستخدمها في الموضوع. ادي الصور اهي عندنا، في صور تانية، دي الصورة اللي موجودة بالمناسبة في الموقع الإلكتروني لجريدة الأهرام، كان في صور ممكن تستخدمها وتفكرنا. سقطة كبيرة زي ما قلنا في الأول، للأسف إنها مش أول مرة لجريدة الأهرام إنها تستخدم صورة مش في محلها. يمكن أشهر حاجة كانت فكرة الصورة التعبيرية وردوه من صورة تعبيرية، بس يعني خلاص اللي فات مات. لكن الغلطة دي نتمنى إن احنا نفتح بقى صفحة جديدة ونبتدي لما نعمل حاجة غلط كلنا بنغلط، ولكن اللي بيميز الغلط عن الغلط اللي تاني ان هو يعتذر. مش محتاجين صور متفبركه، مش محتاجين صور غلط، عندنا صورنا وعندنا مشاريعنا على ارض الواقع. صور او غلطه زي دي ممكن تتمسك علينا في جريده اجنبيه ويقول لك اهو اتفضل الحكومه المصريه والنظام المصري ما عندوش مشاريع فبيستخدم صور مفبركه في الجريده الرسميه علشان يقول ان هو عمل حاجات وهو ما عملش حاجات. عندك الاسمرات، عندك غيط العنب، عندك طرق كتير، عندك طريق الجلاله، عندك يعني في طرق كتير كان ممكن ان انت تحط صورها وتستغلها. طريق مصر اسكندريه الصحراوي على سبيل المثال. كل ده ما عجبش المحرر او المنفذ اللي كان بينفذ الصفحه في جريده الاهرام. يعني حاجه حبينا ان احنا نقف مع حضراتكم عليها، حبينا ان احنا يعني نوجه العتاب لجريده الاهرام على الغلطه دي. خلونا بقى نشوف